هلا اخوي. انا اليوم سعيد اني التقي في احمد عزة جعفر. احمد تصرف حبيبي. الوالد تاريخ. تسلم. اي والله الله يحفظك. سعيد بشوفتك. تسلم. ايها الاخوة، الاستاذ عزة جعفر السكرتير الخاص للمرحوم الشيخ احمد الجابر، من اكثر الناس معرفة بالشيخ احمد الجابر وبالحوادث التي مرت في عصره، وارتأينا استضافة الأستاذ عزة جعفر ليحدثنا عن المرحوم الشيخ أحمد الجابر. نرحب فيك أستاذ عزة جعفر، وأهلا وسهلا فيك في هذا اللقاء. شكرا، شكرا كثيرا يا أخي على هذه الفرصة اللي أتحتها لي للتحدث عن المغفور له الشيخ أحمد الجابر. أهلا بك أستاذ عزت. راح نعرض الفيلم ونبي حضرتك يعني تعلق عليه. تفضل. الشيخ أحمد الجابر. هلا المرحوم الشيخ أحمد. إيه نعم. في دسمان، هذا في دسمان. هذا مدخل دسمان، هذا صاحب السمو. نعم. على يمينه جابر وصباح، وعلى يسراء أنا. إيه نعم. وهذا مبارك والجابر. مبارك الجابر. إيه نعم. وهذا أنا على يسراء، وعلى يمناه الشيخ جابر أميرنا. إيه نعم. هذه الأسكلة. إيه نعم. كم ساعة كنت تروحون من الكويت لأحمد السادس؟ والله كان شوف الآن نفتح قاسي وقال الشيخ ساعدني في صاحبته فيه. هنا مشى البترول إلى الباخرة. الآن مشى البترول إلى أول باخرة. هذا في جون سنة 1946. هذه هدية قدموها الشركة. إنما أخذوا صورة المرحوم الشيخ أحمد. وهو يفتح الويل هذا. أيه. وأنا أساعده. نعم. وحطوها على حفروها. نعم. وقدمت مؤخرا إلى صاحب السمو أميرنا. نعم. وهو قدمها إلى المتحف، موجودة في المتحف الآن. المغفور لهم الأمراء اللي عقبوا حكم الشيخ أحمد، يعني المغفور له الشيخ عبد الله السالم، وكان له دور يعني كبير في إرساء الديمقراطية أو الدستور. نعم. في عهده. نعم. إيه نعم. وفي عهد المرحوم الشيخ عبد الله السالم حصل تعميق المدخل البحري إلى بناء الشويخ وبناء الميناء، حيث أن كان في ذلك الوقت السلطة طبعا الحامية الإنجليز كان ودهم أن تعطونا شركة إنجليزية، فالمرحوم الشيخ فهد ساعدني في أن إحنا نعطيها إلى شركة أمريكية، اللي كانت هي شركة هاوين دريتشينج وبومروي، وهذا الميناء الحالي هذا اللي بني في عهد الشيخ عبد الله السالم، ويستقبل أكبر السفن في ميناء الشويخ. هذه من المزايا اللي حصلت في عهد المرحوم الشيخ عبد الله السالم. إنما بعد وفاة المرحوم بخمسة أيام طلب البوليتيكال ايجنت أن يعفيني الشيخ من خدماته كرئيس ديوان، فبطبيعة الحال أفراد العائلة الحاكمة تفضلوا وكتبوا كتاب إلى صاحب السمو ورفضوا في هذا، وبقيت بناء على هذا الطلب، وصلحوا خطأهم فطلبوا من الشيخ أني أرافقه في حفلات تتويج الملكة، فرحت معه إلى لندن وكنا ضيوف على الملكة، ونحن هناك طلب أن أكون أنا المترجم. أي سنة؟ هذه 53. 53. 1953. نعم. فقضينا أيام في ضيافة الملكة، يعني عوضوا علي شوي من الأشياء. نعم. وفي العودة مرينا على باريس، وكان فيها الرئيس فينسان أوريول، وكان هناك الخلاف الجزائري الفرنسي، فطلبوا من الشيخ أن يتدخل أو يعطي رأيه في الموضوع، وكلفوا المستشار المشري من أصل جزائري لكن فرنسي، كان مستشار للرئيس فينسان أوريول، فحول علي وقال لي إيش لازم أتكلم أنا، فتكلمنا معناهم بما معناه بأن لكم 125 سنة في الجزائر، والجزائر لا يمكن تخرج عن خصوصا الجيل اللي نشأ، فأحسن لكم تعطون استقلالهم وعلاقتكم الاقتصادية تقوى وياهم. نعم. فسر الرئيس وأدعم على الشيخ المغفور له الشيخ عبد الله السالم بأرفع وسام فرنسي، وأعطاني أنا نابني أنا بعد هم من الطيب نصيب. أين عن الطيب نصيب؟ نعم. نابني أنا
الكوماندر في ليجيون دونار يعني جوقة الشرف من رتبة كوماندر. أنت الآن كوماندر يا محمد؟ نعم. أنت الآن كوماندر تعتبر؟ أنا أعتبر كوماندر. إيه نعم. إيه نعم. بعد عندك مسألة عبد الكريم قاسم بالدعاءه. نعم. وأكبر عمل نعمل في ذلك الوقت أن إحنا حصلنا على الوثائق الرسمية من تركيا. هذا في عهد المرحوم الشيخ عبد الله السالم. كل هذا عرفت؟ لأن هم كان يستشير وكان يأخذ برأي الناس عرفت؟ فأرسلت أنا نجيب الراوي سفير سابق عراقي هم بيت الراوي المشهورين أرسلته وكان ضد العهد هو العهد القاسم ملكي نعم. وملكي للعظم نعم. فراح إلى تركيا طبعا بفلوس الكويت راح إلى تركيا وجاب لنا المستندات وهذه المستندات موجودة في وزارة الخارجية كنا نستعين فيها ليليا في الإذاعة الكويتية ونرد على عبد الكريم قاسم لأن عمرها الكويت ما كانت تحت الحكم التركي المباشر أو تحت حكم هذا في عهد عقب انتهينا من 65 طلبت أنا حالتي إلى التقاعد فلبي طلب إنما المرحوم الشيخ صباح السالم رحمة الله عليه طلب أن أكون أنا مستشار فخري لسفارتنا في لبنان.